الخشب ملهوش قيمة خالص قدام الذهب، بس وقت الغرق مش هتتعلق إلا في الخشب. معنى الكلام اوعى تقلل من قيمة أي حد حواليك يا عالم، يمكن يجي الوقت تبقى قيمته من قيمة الخشب وقت الغرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. والأشعث الأغبر هو الإنسان المنبوذ والمحتقر بين الناس لمظهره، وكم من مجهول في الأرض معلوم في السماء.